الرئيس السيسي يؤكد أن القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص عكست توافقاً في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية. الحكومة توافق على مشروع قانون لتحسين أوضاع أكثر من 2 مليون معلم بتكلفة تزيد على 6 مليارات جنيه. فرنسا تحذر من أن تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية سوف يتسبب في انهيار الدولة. التاسعة مساء، السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. بداية هذه النشرة مع آية عبد الرحمن. آية نانسي، تحياتي لك وتحياتي مشاهدينا. وبداية هذه النشرة ستكون من زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة نيقوسية للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة. عاد الرئيس السيسي اليوم إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتي عقدت اليوم بالعاصمة القبرصية نيقوسية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن جلسات القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم، وكذلك تكثيف التشاور والتنسيق بشان مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، والتي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن دول حوض المتوسط على أكثر من صعيد. كما تناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي والثقافي، وذلك بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما في ضوء الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الثري الذي تتمتع به الدول الثلاث. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان تمثل محفلا استراتيجيا لتبادل الرؤى حول سبل تطوير علاقات التعاون بين الدول الثلاث وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية إقليميا ودوليا، بما يسهم في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أمننا القومي. وأكد مجددا اليوم على ما تمثله آلية التعاون الثلاثي منذ تدشينها عام 2014 بالقاهرة من محفل استراتيجي لتبادل الرؤى حول سبل تطوير علاقات التعاون فيما بين دولنا الثلاث والارتقاء بها على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية إقليميا ودوليا، سعيا لتعظيم المصالح المتبادلة بيننا وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، وبما يسهم في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أمننا القومي. لقد أسهمت تلك الآلية في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة والطاقة، انطلاقاً من حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا من إمكانيات وموارد تؤهلها لتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرفاهية والرخاء. وأكد الرئيس السيسي أن توقيع الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز الشرق المتوسط يمثل نموذجا لتشجيع التعاون الإقليمي والحفاظ على استقرار المنطقة وإطار للحفاظ على محددات مشتركة في مجال الغاز لتوظيف الثروات الهائلة في شرق المتوسط، مبينا أن تعيين الحدود البحرية تم وفقا للآليات والقوانين الدولية. وقعت دولنا الثلاث إلى جانب شركائنا في شرق المتوسط على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي لا يمثل فقط نموذجا لتشجيع التعاون الإقليمي والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، وإنما يعد إطارا للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة في مجال الغاز لتوظيف الثروات الهائلة في شرق المتوسط
من أجل تحقيق المنافع المتبادلة مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية واتصالك بتلك الثروات. ومن هذا المنطلق تنفرد آلياتنا للتعاون الثلاثي بكونها قدمت نموذجين ناجحين لتعيين الحدود البحرية استنادا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث وقعت مصر مع كل من قبرص واليونان اتفاقيتين في هذا المجال، وهو ما يعكس الإرادة السياسية المشتركة الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المتاحة خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة. هذا وأضاف رئيس السيسي أن القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص عكست توافقا في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص في منطقة الشرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوى المسلحة، مشيرا إلى الاتفاق على التصدي لتلك السياسات التصعيدية. لقد شهد اجتماعنا اليوم مناقشات بناءة عكست توافقا في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص في منطقة شرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات، واتفقنا على ضرورة التصدي لتلك السياسات التصعيدية التي تزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن القومي على متطلبات الأمن الإقليمي. وفي هذا السياق جددنا دعمنا لمساعي جمهورية قبرص الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن القمة أكدت ضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات شرعية دولية، كما أدانت أي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية أو مساعى لتغيير التركيبة السكانية بمناطق الشمال السورية. وتناولت محادثتنا مختلف جوانب وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث اتفقنا على ضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وكذا أهمية إنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق هذا الهدف المنشود. واستعرضنا الوضع في سوريا وأشرنا إلى أن استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية، وأعربنا عن إداناتنا لأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية أو مساعي لتغيير التركيبة السكانية بمناطق الشمال السوري، وجددنا التأكيد على دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. في سياق متصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم التأكيد خلال القمة الثلاثية على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن. أكدنا على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحا وتمويلا وتدريبا، مع انتهاج مقاربة شاملة لمعالجة كافة جذور والأسباب المؤدية له، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن ومختلف أوجه الدعم. وقال الرئيس السيسي أن القمة أشادت بالجهود المصرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات، وذلك اعتمادا على قدراتها الذاتية وانطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية، مبينا أن مصر لم تلجأ في أي مرحلة لاستخدام هذه المسألة كأداة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية. وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من سواحلها
منذ عام 2016 اعتمادا على قدراتها الذاتية وانطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية، خاصة وأن مصر لم تلجأ في أي مرحلة لاستخدام هذه المسألة كأداة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية. من جانبه أكد الرئيس القبرصي نيكوس أنساديادس أن مصر شريكة للاتحاد الأوروبي وعامل استقرار المنطقة. وخلال القمة الثلاثية قال أنساديادس أن بلاده ستسهم في تعميق الشراكة بين مصر وأوروبا. ناقشنا علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر حيث قررنا إصرارنا أن نساهم في تحقيق علاقة شراكة مفيدة للجانبين، خاصة في مجالات ذات اهتمام مشترك. وما يهمنا هو تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشكل يكون لصالح لفائدة مصالح واهتمامات الاتحاد الأوروبي في منطقة شرق البحر المتوسط. وفي هذا الإطار فإننا قد قمنا بتحية التواصل والاتصالات التي تتحسن باستمرار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأيضا عبرنا سويا مع رئيس وزراء اليونان إن مصر تعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي وعاملا هاما للاستقرار في المنطقة وفي مجالات عدة مثل موضوع الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وموضوع الهجرة. من جهته قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس خلال القمة أن تركيا تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة، ومؤكدا على أن ممارسات تركيا أدت لمشاكل داخل حلف الناتو. هذا الاجتماع يتزامن بتهديدات ومخاطر تصنعها القيادة التركية التي تتخيل مشروعات إمبراطورية توسعية من سوريا إلى ليبيا، من الصومال إلى قبرص، في بحر إيجا حتى بحر القزوين، في إطار لغة خطابة متطرفة. وقد اتفقنا لأن هذا السلوك يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي ويشكك في التزامات اتفاقيات دولية، وفي ذات الوقت فإنه يقوم بتقويض الأمن الإقليمي، والذي نعمل نحن كدول ثلاثة بجهود شاقة لتحقيق هذا الأمن.
وقبل انعقاد القمة الثلاثية عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءين منفصلين مع نظيريه القبرصي واليوناني نيكوس أنسيدايدس وكيرياكوس ميتسوتاكس. تطرق اللقاءان إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص من جهة ومصر واليونان من جهة أخرى، وكذلك الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها جهود مكافحة الإرهاب ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة نيقوسيا تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط. حيث شهدت الزيارة لقاء السيد الرئيس مع رئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس لبحث العلاقات المتميزة بين البلدين والتي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع السيد كيرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. مجموعة عمل مشكلة بصورة مشتركة ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية علشان نحاول ان احنا نضع بصورة واضحة يعني بعض الاجراءات اللي فعلا ان احنا نرفع بيها من المستوى المالي للاجور الخاصة بالمعلمين وقطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم، ودول اللي يمكن النهاردة معالي السادة الوزراء هيشرحوه لحضراتكم بالتفصيل إن شاء الله، وده يعتبر الحقيقة يعني أنا بعتبره بداية جيدة جدا من الحكومة النهاردة، لأن معالي وزير المالية هيقول لنا حجم حتى الأعباء المالية الإضافية اللي احنا هنضعها على عاتقنا كحكومة في سبيل تطبيق المنظومة المقترحة اللي الحقيقة النهاردة وافقنا عليها، لأنها هتخرج في صورة قانون هيتم إرساله إن شاء الله للبرلمان اللي بنأمل إن شاء الله أنه يتم مناقشته وإقراره بأسرع وقت ممكن.
من جهته قال دكتور محمد معيط وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم يبدأ بنصف مليار جنيه تضعها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها 2,100,000 معلم و700,000 من العاملين الإداريين ويكون الصندوق تابع لمجلس الوزراء. نعمل على حزمة تساعد على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين. التوجيه دوت اشتغلنا عليه خلال الفترة الماضية مع وزارة التربية والتعليم، ويعني احنا اشتغلنا على عدد من العناصر تكون هي دي موجودة داخل الحزمة. العنصر الأول خاص ببدل معلم، والثاني حافز أداء شهري إضافي، والثالث منحة عن مكافأة امتحانات النقل، والرابع حافز إدارة مدرسية للإدارة المدير والوكيل، والأخير كان خاص بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية. هذا وأكدت وزيرة التجارة نيفين جامع أن الدولة تهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية كاملة المرافق والوحدات، وأن هناك نحو 1657 وحدة في عدد من المناطق الصناعية بسبع مناطق من واقع 13 منطقة، ومشيرة إلى أنه متاح الحصول على أكثر من وحدة وفقا للنشاط الكامل كاملة المرافق ومهيئة للحصول عليها بالترخيص، وأنه تم التيسير بخصوص الاشتراطات، مبينة أن إنشاء المجمعات الصناعية تساعد على مزيد من توفير فرص العمل. مبادرة رئاسية لطرح مجمعات صناعية الغرض منها الأساسي هو إتاحة فرص عمل للشباب، إتاحة فرص عمل للمواطنين بشكل عام. ممكن يكون صاحب مشروع ولكن كان بيشتغل بشكل غير رسمي لأن لم يتاح لي إقامة المصنع المهيأ أن هو يقيم فيه مشروع. إحنا في سبيلنا تم طرح حالياً 1657 وحدة في سبع مناطق صناعية من إجمالي 13 منطقة صناعية، إن شاء الله هيتم طرح الباقي توالي قرب نهاية العام، لكن حالياً تم طرح 1657 في عدة محافظات منهم الإسكندرية، الغربية، بني سويف، البحر الأحمر، سوهاج، الأقصر، المنيا. المساحات متنوعة بتبتدي من أول 48 متر وبتنتهي لغاية 800 متر، متاح الحصول على أكثر من وحدة وفقا لطبيعة النشاط. هذه الوحدات كاملة المرافق، هذه الوحدات زي ما دولة الرئيس أفاد هي فيها جميع الاشتراطات بحيث أن هي مهيئة للحصول عليها بالترخيص. احنا من خلال طرح هذه الوحدات يسرنا الكثير من المستندات والمتطلبات. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن المعلم هو عصب العملية التعليمية، مبينا أنه يتم العمل على تحسين أوضاع المعلم باعتباره أهم عنصر بالعملية التعليمية، مؤكدا أن دور المعلم يحمل أهمية كبيرة للغاية مهما تم تطوير المناهج والوسائل التكنولوجية. سادة المعلمين الأجلاء، حضراتكم عارفين إحنا يعني قلنا أن السنة دي إن شاء الله تبقى عام تقدير المعلم، وبنشكر السيد الرئيس الحقيقة على دعمه لهذا للمعلمين وللتطوير التعليم بشكل عام، ودولة رئيس الوزراء اللي يعني أدار الشغل لحد ما وصلنا للنقطة دي. طبعا شكر المعالي وزير المالية والفريق كله، عمل جماعي. احنا كلنا مقتنعين المعلم هو عصب العملية التعليمية ويظل عصب العملية التعليمية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وأي مقابل للمعلم لن يوفي حقه. أشاد معلمو المدارس بقرار الحكومة الخاص بزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% والذي يستفيد منه 1,400,000 معلم، حيث تتراوح الزيادة من 75 جنيه للمعلم المساعد وحتى 180 جنيه لكبير المعلمين، وزيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ويستفيد منه 1,400,000 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر. وقال المعلمون إن الخطوة مهمة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والاجتماعية، وأنها سوف تمنح المعلمين دفعة كبيرة وسوف يظهر المردود لها على عملهم داخل المدرسة، خاصة مع زيادة أسعار مجموعات التقوية، ومن ثم تساهم المجموعات والزيادة الجديدة في رفع دخل المعلم بشكل ملحوظ.
زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مقر مجلس الشيوخ، حيث وجه التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيسا خلال جلسة المجلس الافتتاحية التي انعقدت يوم الأحد الماضي. وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في قدرة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في قيادة دفة الغرفة الثانية للبرلمان والاطلاع باختصاصاته، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ. من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ أن المجلس سيعمل على أن يكون ظهيرا قويا للحكومة لتحقيق تطلعات الشعب المصرية. قدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب التهنئة للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة تولي مهام منصبه الجديدة، وذلك في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ. وأكد عبد العال أن رئيس مجلس الشيوخ شخصية سياسية ووطنية وقانونية كبيرة، ويعد إضافة حقيقية للحياة السياسية في مصر، ومشددا في نفس الوقت على التعاون الدائم والمستمر بين المجلسين. ومن جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن شكره لمجلس النواب وأمانته العامة لما بذلوه من جهد مضني في دعم مجلس الشيوخ في مرحلة التأسيس. استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. هذا وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للدولة المصرية، وسيظلان معا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن مقدراته ويعملان من أجل حمايته واستقراره. استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائما صفحة مضيئة في تاريخ الشعب المصري وقواته المسلحة، ورمزا للفخر والاعتزاز برجال أعلوا من قيم التضحية والفداء، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة، وسطروا بحروف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية. ووجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة هذه الذكرى العظيمة التي يفخر بها كل المصريين، متمنيا لهم مزيدا من الرفعة والتقدم، وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة درعا قويا ودعما لقوتها وعزتها، وأن يهيئ لها مزيدا من التقدم والنجاح. من جانبه أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة والشرطة هم جناح الأمن والاستقرار للدولة المصرية، وسيظلان معا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن مقدراته ويعملان من أجل حمايته واستقراره، ويقفان سدا منيعا في مواجهة الفتن والتحديات التي تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهما ذلك من تضحيات، مشيرا إلى التعاون الكامل بين وزارتي الدفاع والداخلية من أجل اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء والتصدي بكل قوة لكافة التهديدات التي تستهدف النيل من الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات. وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكي درع القوات المسلحة لوزير الداخلية. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم السلع الفاسدة والغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
في ضربة أمنية قوية وجهتها أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم السلع الفاسدة والغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 27 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى ملك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة قبل أن يتمكن من طرحها للبيع، ما يضر بصحة وسلامة المواطنين. كما تمكنت الإدارة وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 4 أطنان من دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة، وضبط نحو 2 طن من مصنعات اللحوم والدهون الحيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 40 طن أرز تموني غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بالقاهرة، تمهيدا لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية. نجاح آخر سجلته الإدارة بضبطها أكثر من 20 طن من الأسماك ومقطعات الدواجن مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية، وضبط نحو 5 أطنان من الدواجن واللحوم المجمدة مجهولة المصدر بحوزة المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية. وعلى صعيد التصدي لجرائم غش المستلزمات الطبية، نجحت الإدارة وبنطاق محافظة المنوفية في ضبط أكثر من 350,000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع لإنتاج القطن الطبي بتلا، كما أن المستلزمات منسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبالشرقية استطاعت الإدارة ضبط 12,000 قطعة كمامة مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وضبط قرابة 4,500 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة وتشكل ضررا بالغا على الصحة العامة بحوزة المسؤول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل بالقاهرة. ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 3,000 عبوة مطهرات طبية وأكثر من 1,600 لتر كحول غير مطابق للمواصفات الصحية وأكثر من 5 أطنان كحول مجهول المصدر وأكثر من 28,000 لتر مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر لدى المسؤول عن شركة بدون ترخيص للمستلزمات الطبية بالجيزة. وبالجيزة أيضاً تم ضبط أكثر من 1,500 عبوة وقرص منشطات مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة أحد الأشخاص أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويقها دون الحصول على التصاريح اللازمة. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 13 طن حلوى ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية بدون ترخيص بالمنوفية. وتتواصل الجهود الأمنية لضبط كافة المخالفات التموينية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، هذا ويصوت المصريون بالخارج في 140 لجنة بالقنصليات والسفارات المصرية في 124 دولة عبر البريد المستعجل لمدة 3 أيام. قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة إن غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية. وثمنت وزيرة الهجرة دور وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل العملية الانتخابية، كما أشادت بدور رموز الجاليات في الدول العربية والأجنبية في مساعدة المواطنين في إرسال استمارات التصويت. وأكدت الوزيرة إن المصريين بالخارج دائما يضربون أروع الأمثلة في وطنيتهم وولائهم لمصر.
للمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا من نيويورك الآن مراسل إكسترا نيوز الزميل ياسر نور الدين. ياسر، تحياتي لك في البداية، وما هي آخر التفاصيل لديك بخصوص تصويت المصريين في أمريكا لانتخابات مجلس النواب؟ أهلا بيكي آية، أهلا وسهلا بيكي. أنا متواجد دلوقتي في أشهر ميادين أمريكا ونيويورك على الإطلاق. كان منذ الصباح الباكر الساعة 9 تحديدا استعدت السفارة المصرية في واشنطن وباقي القنصليات المتواجدة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وبالطبع هنا في نيويورك. استعدوا جميعا بالبعثات الدبلوماسية والطاقم الوظيفي لاستقبال البريد من الجاليات المصرية للانتخاب. زي ما هو معلوم ليكي وللسادة المشاهدين ان الانتخاب اصبح فقط بالبريد الالكتروني، مفيش حد مسموح له ان هو يذهب للقنصلية او للسفارة في واشنطن طبعا لجائحة كورونا. الجالية هنا وفي باقي القنصليات والأماكن المتواجدين فيها تعودوا على البريد الإلكتروني لأنهم كل المعاملات منذ جائحة كورونا بيتعاملوا بأنهم بياخدوا مواعيد عن طريق القنصلية ثم أو السفارة. يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع الزميل ياسر نور الدين. على أي حال بشكرك ياسر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من نيويورك. إلى الشأن اللبناني، حيث طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الزعماء السياسيين في لبنان بالتصديق الفوري على تشكيل حكومة جديدة في أعقاب المشاورات النيابية. هذا وأكد لودريان في كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي إن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت سيؤدي إلى انهيار البلاد، مشددا على ضرورة العمل فورا على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية حتى لا تتعرض البلاد لخطر التفكك وغرق المركب أكثر فأكثر بحسب تعبيره. على الهواء مباشرة ينضم إلينا عبر الصوت والصورة سيد فتحي محمود المتخصص في الشأن اللبناني. سيد فتحي، أرحب بك معنا في هذه النشرة. أهلا بك. إذن الكثير من التطورات تطرأ على المشهد اللبناني، إذا سمحت لي أن أتحدث معك في تطور أو في حدث اليوم وهو ما يتعلق بكلمة الرئيس اللبناني ميشيل عون. يعني هو ظهر اليوم في كلمة مقتضبة للغاية في وقت يعني حساس، البعض يقول أنه عشية الانتخابات النيابية غدا على اختيار رئيس حكومة جديد للبنان، خاصة أنه في هذه الكلمة قام بطرح العديد من التساؤلات عن الفساد وعن تدهور الاقتصاد وعن الأزمة المجتمعية في الداخل اللبناني بدلا من أن يكون هناك إجابات. تعليقك. هو طبعا من غير المعهود أن يظهر الرئيس اللبناني عشية إجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومة جديد، ولذلك كانت هناك بعض علامات الاستفهام حول كلمة اليوم. أنا أعتقد أن الهدف منها كان أن يبرئ الرئيس اللبناني نفسه من سلسلة الكوارث التي لحقت بلبنان خلال الفترة الأخيرة، وفي الوقت نفسه هناك موقف حاد يأخذه التيار الوطني الحر الذي يمثله الرئيس من تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، وكانت هناك إشارات في الكلمة للتريث في اختيار سعد الحريري دون الإشارة إلى اسمه بالطبع، لوجود خلافات عديدة بين التيار وبين الحريري. ولذلك أنا أتصور أن هذه الكلمة الهدف منها كان التأثير على الاستشارات النيابية التي من المفترض أن تتم صباح الغد. نعم،
البعض يقول أن يعني وصحح لي إن كنت خاطئة سيد فتحي أن غدا في اختيار رئيس سعد الحريري كرئيس للحكومة اللبنانية أنه بالفعل سيتم اختياره ولكن بأقل عدد من النواب، البعض يتحدث عن 60 عضو تقريبا، ماذا إن لم يتم اختياره سيد فتحي كرئيس للحكومة؟ غدا نحن أمام احتمال من اثنين، الاحتمال الأول اللي حضرتك ذكرتيه أن يتم اختيار سعد الحريري رئيسا للحكومة بأغلبية بسيطة، عدد مجلس النواب الموجود الآن 120 بعد استقالة البعض، ولذلك المطلوب هو 61% لكي يكلف. البعض الاحتمال الأول أن يحصل على هذا العدد أغلبية بسيطة ليتم تكليفه. الاحتمال الثاني ألا يتمكن من الوصول إلى هذا العدد المطلوب وبالتالي تعاد الاستشارات النيابية مرة أخرى. أنا شخصيا أعتقد أن الاحتمال الأول هو الأقرب للصحة، ولكن ليست هذه هي المشكلة، المشكلة الحقيقية هي ماذا سيحدث بعد التكليف. نعم، أفهم منك أنه كما يقول البعض فكرة تشكيل حكومة حتى وإن تم اختيار سعد الحريري رئيسا لها ستكون يعني أو سيكون أمر صعب للغاية سيد فتحي. نعم، أنا أتصور أن المشكلة ليست في تكليف سعد الحريري أو غيره، المشكلة هي في تشكيل الحكومة نفسه، وأتصور أن عملية التشكيل ستأخذ وقتا طويلا لثلاثة أسباب. السبب الأولاني هو انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية. قد يتساءل البعض ما علاقة الانتخابات الأمريكية بالحكومة اللبنانية. الحقيقة أن حزب الله بسبب علاقته بإيران سيتوقف تعامله مع عملية تشكيل الحكومة بالتسهيل أو بالتعقيد. يعني لو سمحت لي في المقاطعة يعني سريعا في ختام هذه المداخلة، إن كان يعني رأيك في بداية هذه المحادثة أن ميشيل عون ربما يدعو مجلس النواب اللبناني بالتريس قبل اختيار سعد الحريري، ذلك يجعلنا نسأل عن الموقف الفرنسي، كيف ترى من تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس للحكومة غدا سريعا إذا سمحت؟ لا، فرنسا تضغط بكل قوة من أجل تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري لأنها ترى أن البديل سيكون كارثي. نعم، على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الصوت والصورة مباشرة سيد فتحي محمود المتخصص في الشأن اللبناني، شكرا لك على هذا الحديث. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تفاصيل تقرير حكومي رصد كيف مولت قطر وغيرها من الحكومات الأجنبية سرا الجامعات الأمريكية. وأشار التقرير الذي أعدته وزارة التعليم الأمريكية عن المدارس والعقود الأجنبية أن عددا من الجامعات الأمريكية فشلوا في إبلاغ السلطات الأمريكية بمصادر أكثر من 1.2 مليار دولار من الأموال الأجنبية التي تلقتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 760 مليون دولار تتعلق بحرميها الجامعي في قطر. وأضاف التقرير أن هناك قلقا من أن تكون الأموال الأجنبية تأتي مع قيود أو توفر الحكومات الأجنبية وصول غير قانوني إلى البحوث الحساسة أو تحد من الحرية الأكاديمية في بعض البرامج. وأشار إلى أن قطر تدفع رشاوى بقيمة 12 مليار جنيه سنويا لاستصدار تقارير من مراكز أبحاث أمريكية ضد مصر، السعودية، الإمارات، والإشادة بأداء قطر وتركيا. معنا على الهاتف الآن السيد سمير راغب مدير المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. يعني تحياتي يا فندم في البداية، وإذا طرحنا هذا التساؤل يعني على ماذا تعول قطر في هذه الرشاوى بعد أن انكشف الأمر للعالم الخارجي؟ حتى لحضرتك قطر بتلعب على وصول صورة زائفة لبعض الدول اللي ربما ما يكونش إعلام الاعتدال العربي بيوصل لها او حتى الاعلام الامريكي، يعني مش يعني الخبر
ممكن ما يوصلش المناطق، بجانب هم بيلعبوا على فئة مغيبة. الفئة المغيبة دي بتتابع إعلامهم مستند على يا إما مركز بحثي مستقل حصل على رشوة فبالتالي دراساته لن تكون منضبطة أو موثقة، أو جمعيات حقوقية بتحصل على دعم وتمويل، والجامعات يعني اللي هي بتمد المراكز البحثية بالباحثين، وزي ما في كل دولة بيبقى في من في الإعلام جزء من الأكاديميين وجزء من المراكز المستقلة وجزء من المسؤولين السابقين. قطر بتسعى دائما أنها تكون بتعمل رأي عام كاذب في دوائر أجنبية وفي منصات دولية عشان ينقل الإعلام القطري، فيقوم يقول لك أنا ماليش دعوة، أنا بنقل عن مركز بحثي أو عن جامعة. وفي تحقيق الحقيقة من مايو الماضي لأن في مخالفة للقسم 117 من قانون التعليم، تقدم نواب من الكونجرس من 7 لجان، منها لجنة المخابرات ولجنة القوات المسلحة، العلاقات الخارجية، التعليم، العلوم، بفكرة ان زي ما حضرتك تفضلتي ان الموضوع ده بيأثر على اما تعطيل بحوث او خروج بحوث مضللة، وان المفروض القانون الامريكي اي حد جامعة بتحصل على دعم في خلال 12 شهر في حدود ال 250 الف دولار او اكثر لابد ان تبلغ. اللي حصل انها لم تبلغ جامعات، ومنها جامعة تكساس اي اند ام ان ليها فرع في الدوحة، ودايما الدوحة بتعتمد على وجود افرع لجامعات ومراكز ومؤسسات دولية عندها عشان يكون في طريقة انها تقدم رشوة. طبعا في جزء خاص بألساني ان هم بيقدموا رشوة للجامعات عشان ابنائهم يحصلوا على الماجستير والدكتوراه بدون الحضور حتى للحرم الجامعي، ومنهم وقع للشيخ خليفة الاخ الاصغر للامير تميم امير قطر انه حصل على جامعة في جنوب كاليفورنيا على البكالوريوس والماجستير ولم يدخل الحرم الجامعي مقابل تقديم رشاوى قدمتها الشيخه موزه، اجمالي ما قدمته الشيخه موزه يعني. وهذا هو ليس بجديد على قطر يعني. طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد سمير راغب مدير المؤسسه العربيه للدراسات الاستراتيجيه، وعذرا للمقاطعه لضيق وقت النشره. نذهب مع حضراتكم الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل عودة لاستكمال الجزء الأخير من هذه النشرة. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، عودة لاستكمال هذه النشرة، ونتحدث فيها الآن عن الشأن الأمريكي وتحديدا الانتخابات الأمريكية المقبلة والمناظرة الأمريكية التي من المفترض أن تذاع غدا، حيث يظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم لأول مرة في فعاليات الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن. وقال مساعد لأوباما أن الرئيس السابق الذي تولى الرئاسة لثمانية أعوام وكان بايدن نائبه سيحث المؤيدين على التصويت مبكرا للمرشح الديمقراطي خلال تجمع انتخابي في فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا. على كل حال المزيد من المتابعة من واشنطن، ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز كريم يسري. كريم أرحب بك معنا في هذه النشرة، مزيد من التفاصيل عن مشاركة أوباما اليوم في حملة جو بايدن، تفضل. نعم نانسي، أحد أهم خطباء الحزب الديمقراطي يشارك في فعاليات الحملة الانتخابية لجو بايدن في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا. ويذكر بالتأكيد أن ترامب على مدار الفترة الأخيرة كان يشارك افتراضيا عن طريق الانترنت في فيديوهات قصيرة يحث فيها الشعب الأمريكي على المشاركة في عمليات التصويت والمشاركة لإنجاح المرشح الديمقراطي جو بايدن. ما تحدثنا أيضا على أن أوباما تواجد في تلك المدينة تحديدا منذ 4 سنوات لدعم هيلاري كلينتون، تواجد هو وزوجته ميشيل أوباما لدعم هيلاري كلينتون في سباق الانتخابات الرئاسية، ولكن لم تأتي خطاباته ثمارها، وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب والذي اليوم لديه تجمع انتخابي كبير بمدينة جاستونيا بولاية كارولينا الشمالية،
وتحديدا أعلن مسؤول المطار هناك أن التجمع سيضم نحو 15,000 من أنصار ترامب، وهاجمه بايدن بسبب التجمعات الكبيرة التي أصر عليها دونالد ترامب. نعم كريم يسري مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من واشنطن، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم. إذن مشاهدينا بذلك نكون وصلنا لختام هذه النشرة، إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن القمة الثلاثية مع اليونان وقبرص عكست توافقا في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية. الحكومة توافق على مشروع قانون لتحسين أوضاع أكثر من مليوني معلم بتكلفة تزيد عن 6 مليارات جنيه. وفرنسا تحذر من أن تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية سوف يتسبب في انهيار الدولة. انتهت النشرة، نحيط علم حضراتكم بأن تردد إكسترا نيوز اتش دي 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.